مشاهدينا في كل مكان مساء الخير. جامعة المنصورة تحييكم وإليكم أهم العناوين. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي 16 الكيمياء ودورها في التنمية بكلية العلوم. تكريم طلاب جامعة الطفل بجامعة المنصورة على مشاركتهم في ملتقى جامعة الطفل الدولي الثاني ومعرض القاهرة الدولي السابع للابتكار. جلسة حوارية بعنوان دور الشباب في المجتمع الاقتصادي لطلاب جامعة المنصورة. افتتاح المشروع القومي للمنصة الوطنية للشباب كياني. ندوة بعنوان التسهيلات التي تقدمها الدولة لتمويل المشروعات الصغيرة للشباب لطلاب جامعة المنصورة. مشاركة متميزة لاتحاد طلاب الجامعة في ملتقى قادة المستقبل والجمهورية الجديدة. طلاب جامعة المنصورة يشاركون في البرنامج التدريبي لإعداد سفراء رالي مصر لريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالأسكندرية. جامعة المنصورة توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة. بدء أولى فعاليات مبادرة افهم شارك معا لمكافحة الفساد بكلية التجارة جامعة المنصورة. اللقاء الرابع للملتقيات التعريفية لمحو الأمية وتعليم الكبار بكلية التربية النوعية. ندوة الاكتشافات الأثرية الحديثة والعلاقات الثقافية المصرية الألمانية لطلاب جامعة المنصورة. زيارة مفاجئة لرئيس جامعة المنصورة لتفقد مستوى الوجبات بالمدن الجامعية للطلبة والطالبات. جامعة المنصورة في المراكز الأولى لترند مصر على موقع تويتر لتخرج 1200 طالب بكلية الطب. جامعة المنصورة تنظم ندوة نماذج مصرية علمية مشرفة. وفد جامعة المنصورة يشارك في اليوم العالمي للفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية. انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الأولى لمبادرة طلاب من أجل المناخ. جامعة المنصورة تطلق مبادرة رواد القيادات الإدارية. وفد من طلاب جامعة هونغ كونغ يزور كلية طب الأسنان. المستشار الثقافي لسفارة مملكة البحرين في رحاب جامعة المنصورة. رئيس جامعة المنصورة في وداع قافلة جسور الخير 18. مشاهدينا، كان هذا موجز أنباء جامعة المنصورة لهذا الأسبوع. كانت معكم هاجر إسماعيل، ونلقاكم على خير.